اهلا بكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري، القناه بنتكلم فيها عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها. والنهارده ان شاء الله هنبدا كلامنا عن هرم الملك تيتي. ولما نبدا نتكلم عن هرم الملك تيتي هنلاحظ ان الهرم نفسه مبني بشكل غريب جدا او بشكل ما كانش معتاد في عصر الاسره السادسه، ان هو مبني على طراز الاهرامات اللي اتبنت في عهد الاسره الرابعه اللي كانت موجوده في اواخر الدوله القديمه. وكان المؤرخين بيوضحوا انه يشبه بالظبط التصميم اللي اتبنى به الهرم الاكبر في اهرامات الجيزه. وهرم الملك تيتي في الاصل ارتفاعه حوالي 52 متر، وهو في الارتفاع ده شبه جدا هرم الملك بيبي الاول وبيبي الثاني. ومن الحاجات المميزة جدا في هرم الملك تيتي ان قلب الهرم نفسه كان متكون من 5 مصاطب، ال5 مصاطب دول معمولين من حجارة رملية اللي هي الحجارة اللي بتتفتت، والمحاجر اللي كان بيتم منها استخراج المحاجر الرملية او الاحجار الرملية دي كانت موجودة حسب ما ذكر المؤرخين في منطقة قريبة جدا من المنطقة اللي كان العمال بيبنوا فيها الهرم. من الحاجات المميزة جدا في هرم الملك تيتي ان العمال بعد ما انتهوا من بناء الجسم الخاص بالهرم غطوا الجزء الخارجي للهرم باحجار جيرية بيضاء، بس الاحجار دي العلماء لحد الوقت الحالي مش قادرين يعرفوا مصدر الاحجار دي من المحاجر اللي كان بيتم منها الاستخراج، مش قادرين يوصلوا للمحاجر اللي كان العمال بيستخرجوا منها او بيقطعوا منها الاحجار دي. بس من الحاجات المعروفة عن الاهرامات في عصر الدولة القديمة او في عصر الاسرة السادسة بالتحديد ان اي هرم كان بيتم تخطيطه باحجار جيرية بيضاء كان بيتم تخطيطه بالاحجار دي من محاجر موجودة في منطقة ترى الموجودة في محافظة او في منطقة حلوان. وطول ضلع الهرم او طول الضلع الواحد في الهرم حوالي 78.8 متر مربع. ولما نبدأ نتكلم عن البنية التحتية للهرم هنلاحظ ان البنية التحتية للهرم مميزة جدا. من ناحية مدخل الهرم هنلاحظ ان مدخل الهرم المدخل الارضي للهرم موجود على مستوى افقي من الارض من ناحية منطقة الشمال من الهرم، ومدخل الهرم بيؤدي لدهليز مائل وضيق جدا. وبعد الدهليز المائل موجود دهليز افقي موجود فوق مستوى الارض بالظبط، والدهليز الافقي ده فيه مجموعة كبيرة جدا من العوائق. وبعد الدهليز الافقي موجود نظام مميز جدا لهرم تيتي، النظام ده اسمه نظام الحجرات. نظام الحجرات من مميزاته انه متكون من 6 حجرات او 6 غرف. ال6 غرف دول مترتبين كالاتي: اول غرفة او اول حجرة هي الحجرة الامامية، بعد كده حجرة التابوت، بعد كده الحجرة الثانوية، وبعد الحجرة الثانوية موجود 3 غرف او 3 حجرات معمولين كخزانات لخدمة الميت او خدمة الملك في الحياة الاخرى. وحجرة التابوت او غرفة التابوت لوحدها مساحتها 97/100 متر في 3.45/100 متر، وموجودة في منطقة اسفل منتصف الهرم بحوالي 17 متر. سقف حجرة التابوت متكونة من 3 طبقات، كل طبقة منهم عبارة عن احجار. الاحجار دي لما بيتم تقطيعها بتتقطع على شكل مضلع ومتشكلة على ناحيتين، وفي كل ناحية منهم متشكلة على شكل جملة. وتابوت الملك موجود في الجزء الغربي من غرفة التابوت، والتابوت ده من مميزاته ان موجود عليه عبارات هيروغليفية جنائزية قديمة. ومن الحاجات المميزة اللي موجودة برضو في غرفة التابوت ان جدران او الحيطان الموجودة في غرفة التابوت موجود عليها عبارات او نقوشات بتعبر عن نصوص الاهرامات، والعبارات دي موجودة على شكل عبارات هيروغليفية جنائزية قديمة. ودلوقتي هنبدأ نتكلم مع بعض عن مجمع اهرام الملك تيتي. وبالنسبة لمجمع اهرام الملك تيتي فهنلاحظ ان في المنطقة الشرقية من الهرم موجود المعبد الجنائزي، بس المعبد الجنائزي ده للأسف في الوقت الحالي مفيش منه الا اثار قليلة جدا بسبب ان احجار المعبد ده اتاخدت واتعملت منها بنايات تانية اثرية موجودة في القاهرة زي البنايات الاسلامية. في الناحية الجنوبية الشرقية من الهرم موجود هرم صغير جدا تابع برضو للملك تيتي ولمجمع اهرام الملك تيتي. الهرم الصغير ده اسمه هرم العبادة.
وحسب ما ذكر المؤرخين وعلماء الآثار إن حوالين الهرم الرئيسي والهرم الصغير والمعبد الجنائزي كان في سور كبير جدا بيحوط مجمع الأهرام اللي احنا ذكرناه. وفي الناحية الشمالية الشرقية من المجمع في هرمين صغيرين جدا موجودين، بس الهرمين دول مش كاملين حسب ما ذكر العلماء، هما بقايا أهرامات. الأهرامات دي بترجع للأسرة السادسة وبالتحديد لزوجات الملك تيتي. وفي سنة 2008 وفي مجمع أهرام الملك تيتي قدر علماء الآثار إن هما يستكشفوا أو يكتشفوا هرم صغير تالت موجود في نفس مجمع الأهرام. ومع الوقت قدر الفراعنة إن هما يطوروا منطقة أهرام أو مجمع أهرام الملك تيتي عشان يكون جبانة بيدفن فيها كل الرموز المهمة في عصر الدولة القديمة وفي عصر الفراعنة بالكامل. وبرضو قدروا إن هما يطوروا المنطقة دي عشان في المستقبل، طبعا في المستقبل بالنسبة لعصر الأسرة السادسة يعني، يدفن فيها مسؤولين وملوك وزوجات ملوك تانية. وفي المنطقة دي قدر برضو علماء الآثار إن هما يستكشفوا مجموعة كبيرة جدا من الآثار الفرعونية هيتكلم عنها إن شاء الله في الحلقات الجاية. وكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية اكمل كلام معاكم عن عصر الأسرة السادسة، بس هنتكلم ان شاء الله عن حاكم تاني، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.